بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة، الجزء التاسع، الباب التاسع، دليل الإشارات الضوئية، سينيالاتيكا لومينوزو إيمانوالي. معنا النهاردة لينترن سمافوركا بير كورسية ريفرسابل، معنا إشارة ضوئية لممرات متغيرة. ده إشارتنا النهاردة، أو ديت الإشارة الضوئية، موضوع حلقتنا اليوم. سمافوركا بير كورسية ريفرسابل، إشارة ضوئية لممرات متغيرة الاتجاه. مع بعض كده نشوف الإشارة بتاعتنا النهاردة بتقول إيه. أدي السينيال بتاعنا، سمافوركا دي كورسية ريفرسابل، عبارة عن سمافرو بير كورسية ريفرسابل، عبارة عن إشارة مخصصة لممرات قابلة لعكس اتجاه السير. ممرات قابلة لعكس اتجاه السير. طيب هنشوفها فين الإشارة الضوئية ديت. تتواجد عند المسارات التي تتكون من ثلاث ممرات على الأقل. احنا عندنا هنا ثلاث أضواء أو ثلاث أسهم، يعني معناتها إن الإشارة لابد ان هي تتواجد على ثلاث ممرات على الاقصى، على الاقل يكون عندي ثلاث كرسيات او تري كرسيه، ثلاث ممرات هم على الاقل في الكراج. طيب الاشاره بتاعتنا بتتواجد على المسارات التي تتكون من ثلاث ممرات على الاقل. نشوف بقى الاضواء ديت بتقول ايه، سواء كان اللون الاخضر او السهم الاخضر، او السهم اللي هو على شكل فورمه حرف اكس، أو السهم الأصفر. التلات أسهم دهمت هنشوف المدلول بتاعهم. سيبو أنداري سوتو لكورسية كون لفريتشا فيردا. يبقى أنت تقدر تدخل في الممر اللي هو قايد بالضوء الأخضر، السهم الأخضر فقط. هقدر أدخل في الممر اللي هو فيه السهم الأخضر. لوتشا فيردا تشيزا أو فريتشا فيردا تشيزا. يبقى الكرسية ديت بس اللي بتسمح بالدخول. فيتاتو أنداري سوتو لكرسية كون لوتشا روسا فورما دي إكس. الممر اللي هو عليه علامة إكس ده ممنوع الدخول في هذا الممر. طيب معنى ذلك ايه؟ ديبيامو كامبياري لكورسية. ممكن نعمل بقى اغير الممر. لو انا عند الممر اللي هو كورسية على شكل حرف الاكس، او الاشارة على شكل حرف اكس، اقدر اغير الممر، يعني ما ادخلش فيه، واقدر اغير الممر وادخل في الكورسية او في السهم الاخضر. ديبيامو كامبياري لكورسية كواندو سيامو سوتو لفريتشا جلا لامبيجانتي. مجرد لما يضيء السهم الاصفر او الضوء الاصفر، على طول هيجي بعد كده الفورما اكس، يبقى انت تبدا تغير ممر بتاعك وتدخل في اتجاه السهم الاخضر. يبقى هنا بنقول الدخول في اتجاه الممر او السهم الاخضر فقط. الكرسيه اللي هي على شكل حرف اكس ممنوع، فيتا تندار صوت كرسيه دي فورما اكس، وبعد كده الممر اللي هو عنده اللون الاصفر اقدر اغير اتجاهي، ابدا اغير اتجاهي مجرد لما يضيء السهم اللي هو لوتشا جلا لامبيجانتي. يبقى هنا تفرض الاشاره ذات ضوء اصفر وامض على السائقين ان هم يخلوا الممر وينتقل الى الممر اللي هو في اتجاه السهم الاخضر. طبعا السينيال هنا او الاشاره اللي معانا بتهم كل انواع العربيات، يعني فالي برتوت الفيكوري انكل بير البشكليتا. يبقى الاشاره الضوئيه بتهم كل المركبات بما فيهم الدراجه الهوائيه. ندخل بقى مع بعضنا كده وطبق الكلام ده على الاسئله. اهم حاجه عندي زي ما انا قلت الاسئله نقدر نحل. يعني نشوف مع بعض كده اول سؤال معانا بيقول ايه. السينيالي لومينوزو انفيجورا سونو سمافرو بير كورسيا ريفرسابل. يبقى هنا ده طبعا السؤال مباشر على اسم الاشاره، يبقى المفروض اتعرف على اسماء الاشارات. الاشاره الضوئيه ممثله مخصصه لممرات قابله لعكس اتجاه السير، كرسيه بير ريفرسابل، ممرات عاكسه للسير، اقول له فيرو. ندخل ونشوف سؤال ثاني اخر.
السمافرو ان فيجورا نون كونسنتيتو دي اوكوبار لا كورسيه انديكاتا كل لوتشا روسا اي فورما دي اكس، لا تسمح الاشاره الممثله بالدخول في الممر ذو الضوء الاحمر على شكل حرف اكس. يبقى هنا الممر اللي هو على حرف اكس ده ما بندخلوش خالص، ممنوع الدخول في الكرسيه اللي هي على شكل حرف اكس او الضوء اللي هو على شكل حرف الاكس. اقول له برضو غيره. السمافرو دي كورسيه ريفرسابل انفيجورا كونسنت الترانزيتو نيلا كورسيه انديكاتا دي لا فريتشا فيردا، تسمح الاشاره الضوئيه الممثله بالدخول في الممر ممرن هو ذو السهم الاخضر، يبقى في اتجاه فريتشا فيردا السهم الاخضر اقدر ادخل في هذا الممر، خلاف كده ما اقدرش اخش، ابدا اغير اتجاهي وادخل في اتجاه السهم الاخضر. اقول له بير نيل سمافرو انفيجورا لالوتشا جالا لامبيجانتا اوبليج الكونديشنت اي اسبوستارس نيلا كورسيا انديكاتا دي لا فريتشا، نبدا على طول بمجرد ظهور الضوء الاصفر الوامض، يبقى هنا عايزه تقول الاشاره بتفرض الاشاره الضوئيه ذات الضوء الاصفر الوامض الانتقال، ابدا اغير بقى الانتقال الى الممر المشار اليه بالسهم اللي هو الممر ذو السهم الاخضر، يبقى هقول له برضه فيرو. السمافرو دي كورسيا ريفرسابل انفيجورا بوستو سو اونا كاراجاتا كون المينيمو تري كورسيه، المينيمو تري كورسيه يعني واحد اثنين ثلاثه، يبقى المينيمو تري كورسيه اقول له فيرو. السمافرو انفيجورا نون كونسنت دي اوكوبار لا كورسيه انديكاتا دي لا فريتشا فيردا، هنا عايز يقول لي ان السمافرو انفيجورا نون كونسنت لا تسمح الاشاره الممثله بالدخول في اتجاه السهم الاخضر، طبعا هنا هنقول فالسو، ليه؟ لان السهم الاخضر بيسمح بالدخول، فقط بقدر ادخل في اتجاه السهم الاخضر، يبقى هقول له فير. نشوف بعد كده سؤال اخر. السمافرو دي كورسيا ريفرسابل انفيجورا كون فريتشا جالا لامبيجانتي امبون الكونديشنت دي اباندري كويلا كورسيا دي اسبوستارلو من كويلا انديكاتا، يعني هنا عايز يقول ايضا هنا ايه تفرض الاشاره الضوئيه لممرات متغيره الاتجاه الممثله ذات سهم اصفر اللي هي لوتشا او فريتشا جالا لامبيجانتي، تفرض عليا ايه؟ تفرض على السائقين اخلاء ذلك الممر والانتقال للممر المشار اليه، مجرد ظهور الضوء الاصفر الوامض يبقى يجب عليا ان انا اخلي الممر ده وادخل في اتجاه فريتشا فيردا، اقول له برضه فيرو. السمافرو انفيجورا كونسنت دي امبنياري لا كورسيا انديكاتا دي فريتشا فيردا، هنا عايز يقول ان الاشاره الممثله كونسنت بتسمح بالدخول في اتجاه السهم الاخضر، طبعا برضو نقول له فيرو، كونسنت يعني بتسمح بالدخول في اتجاه الممر اللي هو كورسيا او فريتشا فيردا، يبقى فيرو برضو. ندخل بعد كده ونشوف سؤال اخر. يبقى هنا السمافرو دي كورسيا ريفرسابل انفيجورا انديكا لا كورسيا بيرفيكولي لينت، تعلم الاشاره الممثله او الاشاره الضوئيه الممثله عن ممر مخصص لمين؟ للعربات البطيئه اللي هي الفيكولو لينت، طبعا نقول له فالسو، الكلام ده غير صحيح. السمافرو دي كورسيا ريفرسابل انفيجورا انديكا لا كورسيا بيرلاسوستا دي مرجنسا، تعلم الاشاره الضوئيه الممثله لممرات متغيره الاتجاه الممثله عن ممر للتوقف الطارئ، كورسيا دي مرجنسا فالسو. السمافرو انفجورا نون فالي بيرلا بشكلت، لا تخص او لا تهم الاشاره الضوئيه الممثله الدرجات الهوائيه، اقول فالسو لان الاشاره فالي بيرتوت الفيكولي انكل بيرل بشكلت، يبقى فالسو. نيلا سمافرو انفجورا لا لوتشا روسا دي الفورما دي اكس ان بون دي ارستارسي اي اتندري لا لوتشا جلا، هنا بيقول ان يفرض الضوء الاحمر الوقوف وانتظار الضوء الاصفر في الاشاره الضوئيه الممثله على شكل حرف اكس، طبعا هقول له فالسو لان كرسيه اكس ممنوع الدخول، فيتاتو انتراري نيلا كرسيه دي فورما اكس، يبقى اصلا في الاساس احنا مش هندخل تحت هذا الممر، عشان كده هقول له فالسو. السمافرو دي كرسيه ريفرسابل انفيجورا اي بوستو سولو سولا كاريجاتا
senza unico di circolazione. طبعا هنا نقول له فالسو. تتواجد الإشارة ممثلة لممرات متغيرة الاتجاه على مسارات أحادية أو باتجاه واحد بالسير، طبعا هنقول له فالسو. الإشارة ديت موجودة على استرادة أيضا أو كراجاتا دوبيو سينس، يبقى هنا اتجاه واحد للسير أقول له فالسو. السمافرو دي كورسيا ريفرسابل انفيجورا انديكا لا كورسيا ريسيرفاتا السور باسو، تعلم الاشاره الضوئيه الممثله او الاشاره الضوئيه لممرات متغيره الاتجاه عن ممر مخصص للسور باسو التجاوز، برضو اقول له فالسو. اخر سؤال معانا، السمافرو انفيجورا فالي انكل بير البدون، تهم الاشاره الضوئيه الممثله الراجلين، طبعا هقول له فالسو. الاشاره الضوئيه بتهم فقط العربات بما فيهم البيشكليتا، الراجلين ما يقدروش يدخلوهم في هذه الممرات، اقول له فالسو. ده كان اخر سؤال معانا النهارده في اشارتنا سمافرو دي كورسيا ريفرسابل، اشاره ضوئيه لممرات قابله لعكس اتجاه السير او لممرات متغيره. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى القاكم في درس جديد، لكم مني خالص المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.